يا حي عندما المفروض بس السير يا بقى أصواته ما شاء الله عندما جسمك ما هو صوت لا جسمك ما شاء الله ما شاء الله سيريا تقول سوارانيا luar biasa luar biasa عجيب بقى. أبو شعر كذا أصواته ما شاء الله الحلب حسن حفاع ما شاء الله الله يرحمه اوه صاد ويدوكنا ما شاء الله كله ما شاء الله هناك نحن نشتغل بالقرآن ما شاء الله ما شاء الله كل واحد له ما شاء الله واحد بالقرآن واحد بهذا ما شاء الله هذا الجزائر حبيبنا علي بن محمد الحبشي من سبط الدرر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر ناشدتك الله هل جزت الحقيقة وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالأعشاب والزهر بها المسرة والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وفي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع ضجري حوت حبيبا به الأكوان عاطرة يضوع رياه في
سهل الوفي وعرين برا سخيا تقيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمري فرد الجلالة بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من مضري زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من بعد ومن حضري عنه الجمادات أضحت وهي مفصحة وقد أتى مدحه في معظم السور محمدا خير خلق الله قاطبة وسيد الجل والأملاك والبشر محمدا خير خلق الله قاطبة وسيد الجل والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج وزمان أنت حاكمه سلم فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج
وجهك الميمون حجتنا يوم نادي الناس بالحجج. See you.
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق نبينا الأمير النهي فلا أحد أغر في قولنا منه ولا نعم مولاي صلي وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وهذه البردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختام مولاي صل وسلم دائما أنا أبدا على حبيبك خير أبيتها قد أتت ستين مئة الفرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
يعني قالوا سيدي الحج عرفة، الحج عرفة، فبعد الحج ما في، بعد عرفة ما في الباقي، لكن كما أمرت سيدي سأذكر لكم شيء عن أستاذي الشيخ محمد ابن طاهر سكر الرفاعي الحسيني رضي الله عنه، شيء من شيوخ قراء الشام. الشيخ محمد سكر رحمه الله كان شابا صغيرا مثل أخي الكريم، ودخل يوما إلى المسجد في رمضان يستمع درسا من الدروس، وكان المتحدث أحد فقهاء الشافعية في الشام، فكان الشيخ يتحدث عن فضائل القرآن الكريم، فسمع الشيخ هذا الكلام وهو طفل، فوقع في قلبه وأخذ يعني مكانا عظيما في نفسه، فرجع إلى البيت وعزم أن يحفظ القرآن وهو طفل، فصار يحفظ أمه تستمع له، أمه امرأة صالحة، حتى أتم القرآن كاملا. بعد ذلك صار يذهب إلى صلاة التراويح في المسجد الأموي الكبير في دمشق، وكان إمام الصلاة أحد كبار القراء اسمه شيخ ياسين الجويجاتي، ياسين الجويجاتي رحمه الله. فالشيخ لاحظ أن طفلا يأتي إلى صلاة التراويح الطويلة جزء كل يوم، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد ذلك دعاه قال يا ولد ألا تتعب أنت من الصلاة، يعني لماذا تصلي صلاة طويلة؟ فقال له الشيخ أنا أراجع محفوظاتي. يعني قال محفوظاتك وماذا تحفظ؟ قال أنا أحفظ القرآن كله. قال كله؟ نعم. قال هل تلقيته بالإسناد يعني أم وين أين قرأته؟ قال على أمي. قال القرآن يحتاج إلى تلقي، يحتاج إلى إسناد، فأرسله إلى أحد الشيوخ الأكابر، كان اسمه الشيخ محمود فائز الدير عطاني. دير عطية هي مدينة صغيرة في قرب دمشق ينسب إليها، دير عطية يسمى الدير عطاني. فأقرأ عليه القرآن والقراءات العشر، ولازمه قرابة 30 سنة حتى توفاه الله. والله يا سيدي أنا أذكر قصة الشيخ إن شاء الله من باب العبرة، وأن نتشجع كلنا إن شاء الله على تلقي القرآن بالإسناد. سيدي الحبيب حامد المجيب بن شيخ أبو بكر معروف سيدي في بكاسي وفي دار عينات في بوكور، والله سيدي التقيت به قبل 6 سنوات تقريبا، قال عندي معهد تحفيظ قرآن هنا، قلت له ابعث لي واحدة من عندك، واحد فقط. قال لي أرسلك مجموعة، فبعث مجموعة من أبنائه وأبناء السادة الذين يدرسون عنده، فالحمد لله ولده الكبير، ليس الكبير يعني الأوسط، قرأ القرآن كاملا، قرأ القراءة العشر بالضبط والإتقان وغيره، والحمد لله. فسيدي حبذا لو كان هؤلاء الشباب أيضا هكذا يعني يقرأ أحدهم إن شاء الله بالضبط والإتقان بالإسناد إن شاء الله، إن شاء الله سيدي هذا يكون فيه أثر كبير، يعني بمعية الأساتذة الكرام في المعهد إن شاء الله نتعاون على هذا الموضوع. سبحان الله، يعني القرآن سيدي عظمته أنه منقول إلينا حفظا غيبا، منقول إلينا مكتوبا، منقول إلينا بطريقة الأداء، فيعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أي نعم سيدي. فهذا لا يوجد في كتاب آخر، صوت حفظ وكتابة وصوت أيضا، وبقي والحمد لله منقولا إلى يومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم العاملين العالمين به إن شاء الله، وأن يبارك بكم سيدي أنتم آل البيت الكرام الأشراف أهل الدعوة والإرشاد في هذه البلاد، يعني اهتدى على أيديكم، أيدي آبائكم وأجدادكم أهل هذه البلاد كلهم. وهذا كما قلت للإخوة يعني معجزة من معجزات التاريخ، إسلام هذه البلاد، هذه البلاد كلها أسلمت على يد أفراد قليلين قلبوا هذه البلاد كلها إلى أكبر دولة إسلامية.
هذا لم يحدث لا بالجيوش ولا بالفتوحات ولا بعمل الخلفاء، جاء بإمداد آل البيت الكرام رضي الله عنهم. فوالله سيدي نحن تحت أنظاركم، اجعلونا تحت أنظاركم نحن والإخوة جميعا إن شاء الله. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم ويزيدكم علما وعملا، ويبارك بحياتكم بإخوانكم أولادكم وذراريكم وكل من يلوذ بكم طلابكم إن شاء الله، وكما اهتدى على أيديكم إن شاء الله الشباب التائهين إن شاء الله يهتدي أعداد إن شاء الله وأفواج كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهمتكم بحياتكم، وأن يجعلنا إن شاء الله جميعا متعاونين واتفقين إن شاء الله على ما يحب ويرضى، وأن يجمع قلوبنا على الهدى والتقوى، وأن يخلقنا بأخلاق العلماء العاملين وبآداب العلماء العاملين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على سيدنا، إذا أخطأنا سيدي الله يحسن إليكم.